قال لها يا سعيد مش افريقيا دي مفروض انها حر ولا اللي احنا اللي فيه ده عبس ولا ايه؟ كان زمان ايه الواحد مفروض يعمل الاجواء بتاعت افريقيا دي وهو لابس كابت كده زي الكاميرون زي مثلا ايه الاجواء بقى ايه الاستوائية ونجيب عصاير وبتاع الواحد مش قادر يتحرك يا جماعة. ولكن عندنا حديث مهم جدا جدا قبل ما نخش على مباريات دور الثمانية، فخلونا رزيعا نشوف ابرز ما حدث ونمشي عليه ونقول رأينا فيه للناس اللي طلبت مننا كتير، نعلق على مفاجأة دور الستاشر وندي توقعاتنا ونحلل مباريات دور الثمانية وأبرزها مباراة مصر والمغرب اللي هنتكلم عليها بالتفاصيل ورسالتنا للمنتخب المصري ورسالتنا للجمهور وإزاي نقدر نعدي العقبة الصعبة قوي دي. فوانت قاعد في الساعة كده يا بيه تحت البطانية اعمل لايك واشترك معنا هنا في القناة عشان نوصل مليون رزيع في أقرب وقت، متفائل جدا إن السنة دي هنعملها بعون الله. تابعونا كمان على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان تتابعوا الأخبار اللي بتحصل في البرنامج بننزل اشياء ما بتنزلش هنا في القناه وكمان تشوف ميكنج البرامج. وبالتاكيد الراعي الرسمي ريكسونا يعني الجوائز دائما موجوده في حلقات رزع افريقيا المعتاده. بفكرك انك لسه عندك فرصه لحد نهايه الموسم الافريقي سواء تيشرت محمد الشناوي بتاعه منتخب مصر اللي ماضي عليها بنفسه او سنه كامله من الثقه لما يجي لك مزيل عرى رقم واحد في العالم من ريكسونا يكفيك لمده سنه كامله. املى بياناتك تحت في الديسكربشن ويلا نشوف ايه اللي هيحصل صلى في دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا. في حلقه جديده من حلقات رزع افريقيا. حلو كده عم سعيد، حلو كده. انا عملتها مره قال لي طلعت من الفوكس فقلت له خلاص هدف يبقى ان الرزيع يحبوها وانا بقولها جامده كده. طيب تعالوا نتكلم على مباريات دور الثمانيه، الثمان منتخبات اللي متبقيين، الاربع ماتشات الناريه اللي باقيين لنا، ومنهم نتكلم على الماتشات اللي فاتت ونشوف استفدنا ايه وايه ابرز ما حدث. اذا بدانا طريقنا بصاحب الارض وصاحب البطوله واللي طريقه سهل قوي وحلو قوي وبنحسده قوي قوي قوي، منتخب الكاميرون. يعني منتخبات سهلة تلاقي، يعني حالات كورونا تلاقي، احسن ارضية تلاقي. الكاميرون اللي ما اقنعتني مش عارفة تقنع اي حد خالص. فالكاميرون في مباراتها قدام جامبيا في دور الثمانية لن تكون سهلة بالمرة. فلما الكاميرون تلعب في دور الستاشر منتخب جزر القمر وتلاقي ان الوضع يعني اقل شيء تتوقعه 8-9 مرتاح، سواء بتتكلم على جزر القمر وهي كاملة فده ماتش سهل جدا، او بتتكلم على جزر القمر وهي بتلعب بالباك ليفت بتاعهم يعيني في حراسة المرمى، ومع ذلك تطلع بنتيجة قد تبدو انت في ماتش صعب لو انت مشفتوش. ف2-1 الكاميرون في ارضها مع جزر القمر ده شيء تفتخر بيه جدا. وحب اقولك انك لو مشفتش الماتش فالنتيجة توحي جدا بالمباراة اللي كانت قريبة وخسرت جزر القمر الماتش ولكن كسبت كل احترام العالم. فالمنتخب الضعيف ده ولكن المنتخب الشجاع جدا في ارضية الملعب احرج منتخب الكاميرون. فبعد ما كان عندك هداف البطولة ومازال اللي هو المتصدر بهدف ايضا احرزه هو الهدف الثاني ابو بكر الرجل اللي يعني قلت بقى خلاص هيدخل 3-4 ويجري بصدارة الهدافين، ولكن 2-0 انت كنت متقدم. الحارس يا جماعة يكفي ان انا اقول لك انه لما بيطلع على هجمة او انفرادة بيطلع عامل ايده لورا كده زي المدافعين متعود يا عيني. الجون يا حبيبي اللي صد كور واللي عمل اكتر من اللي عليه بزيادة، وهنا تشوف احترام اونانا حارس الكاميرون اللي راح سلم عليه وكان عايز يبوس راسه وقال له يعني انت مدافع انت يا راجل انت مجرم. ولعيبه الكاميرون طبعا ولعيبه جزر القمر كلها اللي رايحه تقول له انت يعني عملت اللي عليك ورفعت راسنا كلنا. ولكن الباد سايد بقى من القصه وهنا يعني ايه انا مش هجزم حاجه، ولكن فكره ان اي منتخب يلعب الكاميرون فيوجد به حالات كورونا كتيره جدا. سبحان الله قد يكون ماشي، وسبحان الله منتخب الكاميرون اللي لا يوجد فيه ابدا على مدار البطوله ولا حاله ايجابيه. سبحان الله عندهم صحة ومتعودين على البلد، يعني كل ده كلام ممكن نملى بيه دماغنا، ولكن ما توصلش لمرحلة انك تحط كمان عقوبات على جزر القمر بعد الماتش. قالك الاتحاد الكاميروني يعلن الاتحاد الافريقي بغرامة 17000 دولار لجزر القمر. 17000 يا راجل ده الجزيرة كلها تكلف لها 20000 دولار مثلا جزر القمر دي، تعمل انت فيهم كده يا راجل يا محترم؟ طب ليه يا استاذ عملوا فيك ايه؟ قالك جم متأخر، ادي كده غرامة بتاع 2000. قالك الواد الجون
كان مش مجهزين التيشيرتات، يعني الواد لابس لي تيشيرت وعاملين عليها بالستيكر الرقم بتاعه، شكلها عره جدا، ادي حط لي 3000 4000 كمان غرامه، وقال لك جم متاخر على المباراه. فيعني ما ده برضو غرامه دي ولا مش غرامه؟ الدنيا كانت زحمه ازاي ما يجوش. بالاضافه الى تفشي مرض الكورونا بيعايرهم بمرضهم، انهم يعني ما اهتموش بالفقاعه اللي هم مش عاملينها، واحترموا طبعا قواعد الكورونا والاختلاط والكلام ده. انا مش فاهم ازاي يتمرنوا من بعيد مثلا او بمسافات ما تفهمش، ولكن لما تبص تلاقي ان كل ده المتسببه فيه هي الكاميرون. يعني مثلا دوله زي الامارات او قطر لما كانوا عاملين البطولات كانوا عاملين هم الفقاعه اللي انت ملتزم بيها، انت مش عامل فقاعه ولكن انت تلتزم، ولو عيتها عاقبك. طب حضرتك الشوارع زحمه، الاتوبيس ده انت المسؤول عنه تجيبني، حضرتك عارف مواعيدك. لا ماليش دعوه، انت اتاخرت مش مشكلتي يا بيه. طب التيشيرتات مش مفروض يعني ينزلوا هم يدوروا على مطبعه مثلا ولا يعني حد كان عارف ان الجون مفروض يتصاب هو والتاني والتالت، والواد الباكليفت يتطبع له تيشيرت جون احتياطي، ما تروح تعملها له انت يا اخي. ولكن محدش اتكلم على التدافع اللي حصل ادى الى وفاه 8 مشجعين من المباراه وهم خارجين، حدث مرعب، حدث يعني مريع جدا، ولكن احنا بنتعامل معاه عادي والكاميرونيين بيتعاملوا عادي. حصل تدافع ما 8 خلاص، ايه في ايه ما بتحصل. بغض النظر الكاميرون في مواجهه جامبيا اللي انا فرحان بيها وعايزها تعمل مفاجاه، وحاسس كده بشعور داخلي مع الاندر دوجز بقول لها جو جامبيا جو. فريق محترم، فريق شجاع، فريق عمال يكمل في معجزه لم يتخيلها احد. فبعد وجوده في مجموعه مميته مع مالي وتونس بيقدر يصعد تاني، فبعد النهارده ما بيلاعب غينيا في مباراه كله ايضا يعني فضل غينيا على جامبيا انها الحلم انتهى، ولكن جامبيا بالنظام، جامبيا بالاداء المحترم جدا قصاد المنتخب الغيني بالهدف اللي عارفينه 1-0، وقفل صفوفك ونظم نفسك وهنعدي بعون الله. اما لو نيجي عند النقطه الفاصله ونتكلم على من يتاهل الى سيمي فاينل، الكاميرون ام جامبيا، للاسف الكاميرون هتبقى مواجهه صعبه جدا، وهيظهر حالات كورونا في جامبيا افتكروا مني الايام اللي جايه، والدنيا مؤهله ان الكاميرون على الاقل تكون في المربع الذهبي. هيبقى ماتش صعب والماتش مش هيعدي ايزي افتكروا مني، هتابعكم على انستغرام في الستوريز لو حصل حاجه يومها. نيجي بقى رخر للزميل كاميرون، قرفته حلوه، عارف اللي هو ايه، انا قرفتي حلوه قوي 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 وداخل ايه يعني على الله باذن الله وربنا كارم. السنغال جون واحد اول مجموعه، انطلق يابا، خش يابا قابل الراس الاخضر في دور ال16، نكرمك على الاداء العالي اللي انت عملته، والراس الاخضر يطرد منها اتنين بيلعبوا بتسع لعيبه قصاد السنغال، وبرده لا مش مقنعين. الدنيا ماشيه يا جماعه، خلينا صراحه، ده احنا هننفخكم في تصفيات كاس العالم بعون الله عشان تعمل لي عم ماني كده. اهو ماني اللي كان ابرز حدث في مباراته في دور ال16، فالحارس بتاع الراس الاخضر اللي طلع على طول وقام ضارب ماني بالروسيه، طبعا كره خطر جدا ربنا يشفيه ماني، ولكن الجدل حصل والمشاكل حصلت حوالين اليو سي سي، مش عشان الاداء او الاسلوب، هو الراجل بيكسب وعمال يقول لك انا زي الفل والدنيا ماشيه معايا، ولكن على موقف ماني اللي هو عرضه لخطر جدا قانونيا. بره بيقول لك ان اي لاعب يتعرض لخبط في الراس لو الموضوع كبير على طول بيطلع بره وبياخد 5 ايام راحه على الاقل عشان نتاكد ان اللاعب تمام، ثم نبتدي نجازف بيه ان احنا نلعبه. ولكن اليو الصايع قال لك ايه، الواد ده ما يطلعش على طول، حتى هو ما طلعوش على طول، الراجل كمل والراجل كمان احرز هدف، ولكن الفكره ان ماني ما قدرش يكمل بالدليل ان هو خرجه في المباراه. الراجل كان دايخ جدا، الراجل خدت ريسك عليه كبير جدا، واليو سي سي منفوخ في كل الصحف الاوروبيه. وهنا ياتي الشك، هل ماني قادر ان هو يكمل؟ هل هيبقى خاطر بيه وماني يتعرض لاصابه كبيره اكبر؟ ربنا يشفيه طبعا، لا نتمنى الشر لاي لاعب، ولكن ده كان موقف خطير جدا وافتكروا ان هو مش هيعدي. اما في دور الثمانيه فبيواجهوا غينيا الاستوائيه، اللي هو شكرا جدا، ده بركه، ده انا دور الثمانيه قال عايز ايه مني بقى، شكرا، الدنيا كده مفيش احلى من كده. ولكن المفاجاه كانت في دور ال16 امام مالي، ان المنتخب ده يقدر يعاند مع منتخب مالي اللي قلنا هيعمل مفاجاه واللي قلنا قوي جدا بدنيا واللي قلنا متصدر مجموعه كانت مميته ايضا، فيطلع قدام غينيا. اي نعم عن طريق ضربات الجزاء قدروا انهم يستدرجوهم حتى اللحظه اللي هم كانوا عايزينها وكانوا بيلعبوا عليها بالتاكيد، وده الحل الوحيد ان غينيا الاستوائيه تلعب بيه امام السنغال هو الهروب من الخطر الهجومي في منتخب السنغال وتقدر انها تخطف هدف. ما اظنش السنغال هتبقى اقوى، وتوقعاتي على طول تذهب لمنتخب السنغال سواء بماني او من غير ماني. اما المباراه الثالثه يا جماعه فياتي المنتخب التونسي مع منتخب بوركينا فاسو، فمنتخب تونس اللي صعق الجميع، مش عشان بنقلل من منتخب تونس، لا بالعكس تماما، ولكن من قوه منتخب نيجيريا والشكل اللي شفناه بالنتيجه الكامله بتسع نقاط، ولكن تونس اللي ابو تريكه بصراحه قال وصف ما
بقتش احلى منه، وهو المنتخب اللي عرف ينيم كل منتخب نيجيريا. اهدى اهدى بس كده، اهدى واقعد لي على جنب كده، هلبسك الجون وهعرف العب باسلوب ذكي واعرف اخطف الماتش واريحك وانت مش حاسس بحاجه خالص. وده المبهر في اداء منتخب تونس، وده اللي كنا منتظرينه جدا بغض النظر عن وصوله للنهائي، ولكن كنا مستنيين ذكاء المباريات، وده اللي حصل بهدف رائع من المساكني قفل لعبه كويس. ده الشكل اللي انت كنت منتظر واللي بنسبه كبيره قدرت ان انت تلعب بشكل قريب بيه امام كوت ديفوار، وده بصراحه الحل الاعظم انك تلعب مع الفرق الافريقيه. انت مش عايز تخش معاهم بدني، مش عايز تخش معاهم فكره مين يمسك الكره اكتر، امسك الكره واجري، ولكن انا اعرف العبك بهدوء ازاي. فمنتخب تونس اللي زيه زي منتخب مصر بيرجع تاني مستواه، لعيبته بتاخد معنويات عاليه جدا امام منتخب ببوركينا فاسو اللي بيقدر يخرج منتخب الجابون ايضا اللي راح لضربات جزاء قدر يطلع منها من الجابون بعد تعادل 1-1 كان على مدار ال 120 دقيقه. فرقتين كانوا قريبين من المستوى، وبالدليل ان في الاخر الماتش خلص عن طريق ضربات الحظ زي ما بيقولوا، ولكن الحظ ينتهي عند تونس وتعدي تونس امام بوركينا فاسو ان شاء الله وتذهب الى دور الاربعه. واخيرا الجزء اللي ممكن نرغي فيه شويتين زياده، الجزء اللي يخصني انا شخصيا، وهو المنتخب المصري امام افضل منتخب حتى الان، المنتخب اللي كان من وجهه نظري هو لحد دلوقتي اكتر فريق باين بسن عن باقي المنتخبات، المنتخب الثابت جدا، المنتخب اللي ما تعرضش لاي خبطات كان اكبرها منتخب الجابون واللي قدر حتى يتعادل معاه. فمنتخب المغرب لن تكون مواجهه سهله بالمره، سواء بالشكل اللي بيتقدمه منتخب المغرب او بالمقارنات التاريخية اللي تاريخك كله بيقول ان مواجهة المغرب دائما بتبقى صعبة جدا. فمنتخب المغرب بيتفوق عليك بشكل مرعب في المواجهات المباشرة. منتخب المغرب اللي ما قدرتش تفوز عليه من 86 حتى 2017، ولكن الجيد ان اخر مواجهة قدرنا احنا نفوز بيها، اي نعم كانوا الافضل، اي نعم كانوا الاشرس على مدار المجموعات وعلى مدار المباراة نفسها، ولكن بهدف واحد عن طريق كهربا قدرت تكسر اللعنة دي. فهل تتكسر ولا لا في دور الثمانية؟ ده اللي هنشوفه مع بعض وازاي نقدر نعمل ده. ولكن خلونا نتكلم عن منتخب المغرب الاول. فمنتخب المغرب اللي لو اتكلمنا على تشكيلته هنتكلم على خماسي بيلعب ورا بنسبه 90-95%، مفيش اي اختلاف فيهم وهم اللي هيلعبوا، سواء ياسين بونو في حراسه المرمى، سواء افضل لعيب المنتخب المغربي هو اشرف حكيمي في الجبهه اليمين، ماسينا على الجبهه الشمال كباك ليفت، وفي النص اتنين قلوب دفاع وهو اللاعب اجير واللاعب رومان سايس. خبرات عالية جدا بتتواجد، ولكن لن يكون الخط الافضل بغض النظر عن الشكل الثابت ليهم كمراكز في الملعب. فلو كلمتك على خطورة اشرف حكيمي المرعبة في الجبهة الامامية وزياداته الرائعة، ولكن بالتأكيد زي ما اتكلمنا على اوريه هنقول ان اشرف تقدماته دي ممكن تستغل كويس جدا للمنتخب المصري. اما الرباعي اللي غالبا بيحصل فيه تغيير في التشكيلة، ممكن تلاقي فيه جدل مين هيلعب ومين لا، ولكن هم الرباعي الاقرب اللي هيتواجدوا في ماتش مصر بالترتيب كده. بنتكلم على امرابط اللي مقدم بطوله ايضا جيده جدا واللي ثابت على مدار المباريات اللي فاتت ما بيتغيرش تقريبا، وبالمناسبه امرابط اللي مرتبط جدا بانتقال دلوقتي الى فريق توتنهام في الدوري الانجليزي، كنت متابعه بقاله فتره بيتفرج عليه في البطوله. اما اللاعب اللي هتلاقيه متواجد جنب اللاعب امرابط فهتلاقي اللاعب املاح اللي بيتوجه غالبا ناحيه اليمين اكتر، اللي عنده ايضا جبهه هجوميه ونزعه هجوميه جباره. فاللاعب اللي بيلعب في ستاندرد ليج في بلجيكا، لاعب مواليد 96، شاب ناشئ، عنده قدرات، عنده سرعات يقدر يواكب معاك على مدار الماتش كله. على اليمين غالبا هتلاقي اللاعب لوزا، وعلى الشمال هتلاقي افضل لعيب المنتخب بجانب اشرف حكيمي وهو اللاعب سفيان بوفال. بوفال في حته تانية في البطوله دي، سفيان من اللعيبه اللي تقلق منها جدا. عندنا مشكله رهيبه هتبقى عند جبهه عمر كمال، الراجل سد مع ثلاث لعيبه زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت امام كوت ديفوار، ولكن يفرق سفيان بوفال الذكاء الرهيب ما بينهم. فممكن ما يكونش بسرعه لعيبه كوت ديفوار، ممكن ما يكونش قوي زي اللعيبه دي، ولكن بالتاكيد هو ده اللي لو مسكناه وقفلنا عليه الدنيا هنقلل جدا من خطوره المنتخب المغربي. اما في الخط الامامي فهتلاقي اثنين مهاجمين، فهو ايوب الكعبي اللي بيلعب حاليا في تركيا، وايضا الجبار اللي عليه كل عيون اوروبا يوسف النصيري لاعب نادي اشبيليا. ولكن احنا كمنتخب مصر هنلاعب ده ازاي؟ ايه الخطوره اللي هتواجهنا هنا؟ فلو سالتني على طول على التشكيل
فالتشكيل هو تشكيل ثابت. هتلاقي عندك ثلاث أشياء بتفكر فيهم في منتخب مصر ممكن يحصل عليهم جدل. أولهم هو محمد الشناوي هيلحق ولا لأ. بنسبة 90% الراجل مش هيلحق يكمل معاك البطولة. النهاردة بتسمع عن أخبار إن النادي الأهلي كمان باعت لإدارة المنتخب إن بيرفضوا حقن بلازما لمحمد الشناوي عشان يلحق المباراة ويفضل إن هو ياخد راحته طبيعه عشان يرجع ما يحصلش عليه خطورة. وإنت في ظل جمدان محمد الشناوي اتقدم لك لاعب وحش اسمه أبو جبل أثبت وكسب منتخب مصر ومعنوياته فوق في السماء. فبلا خلاف أبو جبل يستحق الفرصة إن هو يكون موجود في قيادة منتخب مصر في حراسة المرمى. أما في الخط الدفاعي فبلا خلاف هيثبت فتوح، هيثبت عمر كمال، هيبقى موجود حجازي، ولكن هيبقى عندك سؤال ماكر جدا. طب لو الونش خاف، ألاعب الونش ولا لاعب عبد المنعم اللي تألق الماتش اللي فات؟ أنا لو سألتني على وجهة نظري أقول لك اللي تكسب بيه العب بيه، متغيرش في حاجة. وحياة أبوك ما تلعب في حاجة خالص كانت شغالة معانا. ما صدقنا لقينا توليفة، ما صدقنا لقينا الواد عامل ماتش يا جماعة بسم الله ما شاء الله. مش عيبا في الونش، الونش زي الفل وإضافة جميلة إنه يكون عندك على الدكة، ولكن الواد خد ثقة، الواد كمل سيبه بقرفته. أما المعضلة التالتة فهتكون مين هيلعب مكان حمدي فتحي اللي مصاب في المباراة اللي فاتت وغالبا أيضا مش هيلحق الماتش اللي جاي. فبالتأكيد النني والسلية هيكونوا موجودين في الملعب، ولكن تالتهم هتلف على تلات خيارات ما عندكش غيرهم، وهقولهم لك بالأقرب أو بالأوقع اللي ممكن كروش يستخدمهم. أولهم هو مهند لاشين، أيوة اللي أنت ما شفتوش بيشارك في البطولة، أيوة اللي ما خدش فرصة شارك في بطولة كأس العرب أمام منتخب الجزائر، ولكن اللاعب اللي كان نازل المباراة اللي فاتت ونظرا لظروف المباراة إصابة الشناوي ثم محمد شريف ينزل بدل من مصطفى محمد وأيضا دفعة زيزو ودفعة تريزيجيه عشان تبتدي تهاجم، فلقى نفسه إن هو بعد ما قام يسخن قام الراجل رجع تاني وفضل البقاء على الدكة. فالراجل ده لو أملك بدور اللي كان بيعمله حمدي فتحي وده اللي أنا ممكن أشوفه أوقع شوية تسد الجبهة دي وتفضل بالنني والسلية بيقوموا بنفس الأدوار. وبالتأكيد لا شك على ثبات الثلاثي الهجومي محمد صلاح مصطفى محمد وعمر مرموش. هتواجهنا مشاكل ابرزها ان فتوح هيبقى عنده ليله طين، سواء اشرف حكيمي سواء لوزه سواء املاح اللي بيزيد جدا على الحته دي. وهنا هنروح مش لفتوح بس، هنا هنروح لعمر مرموش اللي هيبقى عليه دور زي ما مهم جدا في الجبهه الهجوميه زي ما مهم اكتر في الجبهه الدفاعيه. قوتك مع كروش يا جماعه هو الثبات الدفاعي، انت كدفاع احسن منهم وده من وجهه نظري. منتخب المغرب اللي لابس 3 اهداف في خلال اخر ماتشين فقط، اما انت لابس هدف واحد على مدار البطوله كلها، فانك تقدر تقف بالشكل اللي انت وقفت بيه امام كوت ديفوار وتقلل كمان من الفرص اللي راحت على مرماك اللي ممكن منتخب المغرب يعاقبك بواحده منهم. وعلى فكره عندهم نفس المشكله يا جماعه بتاع تضييع الفرص، بيروحوا كتير جدا. المنتخب المغربي اللي كان بيلعب ملاوي في دور ال16 ممكن تفتكر ان الماتش اتعقد منهم شويه لما ملاوي تقدمت بهدف على المنتخب، ولكن منتخب المغربي عجبني قوي انه ايه ده بس انت واحنا رايحين كده الاهداف جايه ما وراناش حاجة. وبالفعل هدف في الثاني في 15 شوط على الجون في استحواذ معدي 70% في اداء رائع في اداء رجولي بريمونتادا على الخفيف كده واعرف على طول انت فين، ولكن ضيعوا كتير عشان يجيبوا الاثنين. خلي بالك ممكن ما يضيعوش ماتشك، ممكن انت كمان ما تضيعش في ماتشك، ودي اهم حاجه من الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها. الفينش يا جماعه لو رحنا الله اعلم هنروح بكام واحده. منتخب كوت ديفوار كان متفاجئ بيك، ما كانش متوقع الاداء ده، ولكن المغرب شافتك دلوقتي وانت لاعب وانت بتهاجم وانت خطر جدا فهتعمل حسابك. مدافعينهم كمان من وجهه نظري افضل من مدافعين كوت ديفوار. منتخب المغرب كمان عنده ميزه عنك جباره انه اولا لاعب قبلك بيوم، ثانيا انت لاعب 120 دقيقه يعني انت بدنيا اضعف منه، فلازم تخلص في خلال ال 90 دقيقه باذن الله. لو قدرت تخلص ما تروحش معاهم حتى الاكسترا تايم، ولا انت قادر بدنيا ولا تضمن الظروف في كل مره تخدمك في ضربات الجزاء. ما انتش منتخب صغير عشان نلعب على دي. باذن الله الحاسميه، والحاسميه تاتي في نقطة واحدة وهو محمد صلاح. نفسي محمد صلاح نشوفه المتوهج، مش بنقول ان هو مش عامل الدور اللي عليه، محدش بيقول خالص ان الراجل مقصر مع المنتخب، هو لسه ما وصلش للحتة اللي في ليفربول دي احنا عايزين نشوفها. عايزين نشوف النار اللي بتطلع من بقك وسبعات في تمانيات وخد واحدة في المقص، الفرديات اللي احنا مستنيينها ومتوقعينها وحاطين ضغط على محمد صلاح عشان يعملها. فانت مستني منه الحتة الزيادة دي، مستني من مصطفى محمد الحتة الزيادة والظهور اخيرا بفورم عاليه وان هو اخيرا يسجل اول اهدافه باذن الله يكون امام المغرب. عمر مرموش زي ما كان عامل اداء رائع جدا ناقصه الهدف وكانت قريبه، والراجل شجاع والراجل وبيشوط وكمل من ده لما تلاقي فرصه. الملعب كمان يا جماعه ملعب افضل بكتير من الملعب اللي كنا بنلعب فيه، ملعب اسمه ايه؟ احمد وجدو، اسمه احمد وجدو. فالملعب احمد وجدو ده بيقولوا ان
النجيله بتاعته افضل بكتير وان الدنيا تبقى الطف معانا حتى للعيبه اللي بتعرف تلعب كوره. نقط اخيره يا جماعه عشان نختم هذا الجدال، كل شيء وارد في الكوره. الماتش بالتاكيد 50-50، هو يوم مين ارجل النهارده، مين مستقتل اكتر، مين عايز الماتش اكتر. وارجو من لعيبه منتخب مصر، اتمنى انهم ما يكونوش اصلا بيتفرجوا على الفيديوهات دي ولا مركزين مع اي حد في الاعلام، ولكن لو حد بيوصل لهم حاجه اتمنى انهم يشوفوا رد فعل الناس كان عامل ازاي لما لعبتوا حلو، لما استرجلتوا وبغض النظر عن النتيجه الشعب وقف وراكوا ازاي. وفي فرق كبير قوي بين الغرور وبين انك تعرف ان انت لعبت حلو، انت لعبت كويس واحنا بنساندكوا وبننفخ فيكوا عشان الماتش اللي انتوا عملتوه، ولكن كملوا، دي بدايه فقط، عندك فرصه انك تكمل وعندك فرصه انك تستقتل واحنا كده كده وراكوا، سواء لا قدر الله سواء لبسنا هدف، سواء لا قدر الله حصل ايه بعد المباراه المغرب فازت عليك وده شيء وارد، علينا دور وعليكوا دور، علينا دور كجمهور ان احنا نفضل وراكوا لان عندنا المهام الاكبر وهي تصفيات كاس العالم والماتش الملحمي امام السنغال، ولا احنا عايزين نخسركوا ولا انتوا تخسرونا بالاداء الرجولي وبالتحيه بعد المباراه اللي ارجوك ما تتفهش منها خالص. روحوا سلموا يا جماعه على الثلاثه اللي هيكونوا في الكاميرون، معلش انا عارف ان الجاليه المصريه ما هياش كبيره ولكن بيحضر لك ناس، واعرف ناس كتيره جدا بتسافر، وزي ما انتقدت زي ما دلوقتي هقول ان اللعيبه المصريه بشكرهم جدا على انهم بقوا يعملوا كده في الماتشات اللي فاتت، ولكن للاسف ده في الماتشات اللي احنا كسبانين فيها. الامتحان هيكون لو لا قدر الله خسرنا المباراه، ما تتعصبوش وما تجروش، روحوا ساندوا الناس اللي جت وراكم وبتساندكم في كل حته، ربنا يسهل علينا. وتوقعي اللي ما نسيتوش، انا عارف انك مستنيه، اروح مع المغرب، انا رحت مع كوت ديفوار بقى وكانت ماشيه، ما كل ماتش بقول مصر بنتنيل، انا متوقع للاسف مصر. ما هو بص انا بقول احساسي بس قلبي بيقول لي ان مصر مكمله بعون الله في البطوله، وهارد لك لمنتخب المغرب يفوز من يستحق النتيجه في الاخر. فاذا دور اربعه مكون من منتخب مصر امام منتخب الكاميرون والمنتخب التونسي امام منتخب السنغال. هنتكلم عن المواجهات اللي جايه في الحلقات اللي جايه، ولكن لو عجبتكم الحلقه اقتنعت بكلامي او عندك راي تاني قول لي تحت في الكومنتات، يا ريت شير الحلقه مع اصحابك، تخلينا نتناقش في الحلقه، تابعونا وخليكم رزيعه في عيله الرزيعه عشان نوصل مليون رزيعه، تابعونا في كل المواقع التواصل الاجتماعي كله تحت في الديسكربشن يا جماعه، البروفايلات بتاعتي الشخصيه وبروفايلات ارزع كله موجود، جوائز الراعي الرسمي ريكسونا للبرنامج اوعى تفوتها حتى نهايه البطوله الافريقيه، وكفايه رزع قوي لحد كده. مبسوط يا عم ساده، وشك فرق يا اخي عن الحلقه اللي فاتت، بس كان السيناريو حلو وكسبنا، هنكسب عم سعيد وهنكمل، هتيجي في الويك اند عم سعيد ونعمل حلقات. ادينا اهو، بص بننزل حلقات، افتح بقى عشان ناكل، ناكل بقى قبل المونتاج.